الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تسلمت مديرية أوقاف أسيوط اليوم الأحد 8/8/2021 الدفعة الثالثة من لحوم سكوك الأضاحي والبالغ قدرها 2 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى هذا التاريخ 10 طن من لحوم سكوك الأضاحي. وصلت اليوم الأحد 8/8/2021 إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر الدفعة الثانية من لحوم سكوك الأضاحي بحمولة 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى الآن 4 طن. تصل المديرية أوقاف التقهلية بفضل الله تبارك وتعالى الدفعة الرابعة من لحوم سكوك الأضاحي 3 طن لمديرية أوقاف التقهلية، ليكون إجمالي ما تم وصوله لمديرية أوقاف التقهلية 15 طن لحوم سكوك أضاحي. اليوم الأحد 8/8/2021 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة الرابعة من لحوم سكوك الأضاحي سنة 4 أطنان، ليصل مجموع ما تم وصوله إلى مديرية أوقاف المنيا حتى الآن من لحوم سكوك الأضاحي 16 طن. اليوم الأحد الموافق 8/8/2021 وقفنا وقفنا الدفعة الثالثة من لحوم سكوك الأضاحي 3 أطنان، ويكون قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج حتى الآن 11 طنا من اللحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد الموافق 8/8/2021 لعام 2021 تم استلام كمية لحوم قدرة 3 أطنان. اليوم الأحد 8/8/2021 يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة الرابعة 4 طن بإذن الله تبارك وتعالى لتوزيعها على مستحقيها. إذن إجمالي ما تم إحضاره من الوزارة إلى مديرية أوقاف الغربية باليوم بإذن الله تعالى 16 طن بإذن الله تبارك وتعالى. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.